اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. اكله ام النهارده كبد الفراخ. كبد الفراخ احنا اتربينا عليها ودايما كنا نتذكر زمان ودلوقتي الام الجميله المصريه العربيه اللطيفه تراضي طفلها بكبد الفراخ او كبد البط في الريف المصري في الصعيد المصري. الكبد بتشهد معانا تاريخ للامانه وطعمها بيختلف من ام لام ومن بيت لبيت ومن مطعم لمطعم. انا عايز اعملها النهارده بطريقه جديده، عايز اعملها كريسبي، حاجه ماليه كده الاطفال يحبوها، بما ان هي غنيه بالحديد تعالج الانيميا، وفي نفس الوقت هعملها بطريقه صحيه. فمعانا كبد فراخ، ولكن نشتريها ازاي وتفاصيلها الكلام ده ان شاء الله بعد ما نقدم المنيو بتاعنا النهارده. معانا طبق سلطه الخضار، سلطه بلدي من خير ارضنا، تشكيله من الخضار. بصراحه الخضار شكله مبهج وشكله بيتكلم عن نفسه، إذا كان الخس البلدي ولا الخس الأفرنجي، عندك الجرجير، بصل أخضر، عندك خيار، طماطم، الكرنب اللطيف اللي بيلون السلطة ده، والأطفال بتحب السلطة الملونة، وإحنا نشجع أطفالنا كمان يحبوا السلطات دايماً في الوجبات الغذائية بتاعتهم. أما السبانخ كانت معانا طبعاً وعايزين نعملها النهاردة طاجن السبانخ بالجبنة، أفكار جديدة، علاج أنيميا، علاج مشاكل صحية للأطفال الرياضيين بالذات والأطفال اللي بتبذل مجهود اللي عندهم مشاكل مع الأنيميا. فمعايا سبانخ طازة زي الفل ورقية عشان أعملها طاجن بالجبنة أو باللحمة أو بالطماطم، بالتأكيد في تفاصيل صغيرة، يعني عنوان الحلقة بتاعت النهاردة تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. يعني إيه المعنى كبير والطعم جديد يا مغازي؟ يعني تقدري بمقادير قليلة جدا في متناول كل بيت، في كل تلاجة، في كل بيت تقدري تجيب المقادير دي كلها وتقدري تعملي منيو جديد بأفكار جديدة له طعم وشكل تاني. أستاذن حضراتكم ناخد فاصل صغير ونرجع، أوعوا تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. يعني يا مغازي يعني معايا سبانخ النهاردة عايز أعملها بطريقة مختلفة ترضي الصغير قبل الكبير والكبير قبل الصغير. يعني دايما الأولاد يقول لك سبانخ يا ماما كل يوم بالطماطم، سبانخ بالرز، سبانخ بالعدس. أنا أعملها النهاردة بطريقة جديدة مقاديرها على الشاشة. معايا سبانخ ورقية طازة من خير أرضنا، معانا كمان البصل والثوم ده أساسي، معايا معلقتين من الرز المصري هيدوا قوام ويدوا شخصية لطاجن السبانخ بتاعي، معايا جبنة موزاريلا وطماطم مضروبة في الخلاط. هنشوف نعملها مع بعض ازاي، ما فيهاش لا لحمة ولا فراخ، بس ولكن لو عندك شوربة فراخ أو شوربة لحمة استعيني بيها، هتديكي قيمة غذائية عالية جدا وفي نفس الوقت هتبقى كمان أكتر بكتير من غير ما تعمليها بشوربة عادية. ولكن انا ما عنديش شوربه فراخ ولا لحمه للامانه النهارده، فانا هعمل بوكيه جرنيه من الميه والخضار بتاعي اللي بيكون معايا دايما يوميا. معايا شويه حبهان على شويه قرنفل، فلفل اسود، الحاجات اللطيفه دي، وعندنا حله بتغلى على النار وبنحطهم في النار كده. ايه نبدا ناخد الفليفر والطعم بتاع الخضار والكرفس والبصل، ودي فكره لطيفه خاصه لو في مطبخك بتعملي اكل صحي. مش لازم بقى شوربه فراخ دسمه، شوربه لحمه، واحنا خارجين بقى من الايه من الاجازات ولحمه العيد ورمضان والجو ده لسه مأثر علينا، هنقعد لنا شهر كده في اعاده هيكله من جديد. على النار بتغلى. ناخد البصلايه الحلوه دي كده ومعايا السبانخ الطازه، ونمسك البصلايه نقطعها جوانح صغيره كده بالشكل ده كده. انا بحب دايما البصل الاحمر في الاكل، قصدي في الطبخ يعني، والبصل الابيض في السلطه بيبقى لطيف وحلو اهو، والبصل شكله يفتح النفس. هناخد البصلايه الحلوه دي كده مع معلقتين زيت في قلب الطاسه ونديها تحميره صغيره كده، اللهم صل على النبي. زي الفل. يساعد على احمرار البصل سريعا مكعبين من الزبده. زي الفل. هنقلبهم كده ونشوف مع بعض ازاي نعمل طاجن السبانخ بالجبنه بفكر جديد وطعم جديد. التحميره دي مهمه جدا، والبصله بتتحمر على النار، وارد ان عينيك تدمع، وارد ان ريحه الصالون تبقى ريحته بصل. جوزك اجازه النهارده في البيت مشرفك ومنورك في البيت، عايزه تعملي له اكله حلوه، اول ما يشم ريحه البصل يبدا يخترع موضوع علشان يطلع من البيت. انت بقى تريحيه من القصه دي كلها ومعاك شويه روزماري كده مع البصل اهو، قولي له اقعد ايه يا حبيب قلبي. زي الفل. الروزماري والزعتر مع البصل اللي بتتحمر في المطبخ بيمنع ريحه البصل تطلع في الصالون بره عشان ابو حميد يتنه ايه ما انسك كده وياخد الاكل الجميل الحلو. ادي الروزماري في قلب البصل،
حلو، وشويه الزعتر الحلوين، ما بقاش ريحه بصل هنا دلوقتي، ريحه الزعتر والروزماري اهو، هو ده الفكر. طب انا لو حمرت البصلايه من غير الحاجه دي هيحصل؟ لا بالعكس، ولكن الاضافات والتركات ديت مطلوبه. ادي البصل مع روزماري وزعتر. باخد انا طعم البصل والقيمه الغذائيه بتاعه البصل وشقاوه البصل في الاكله، ولكن ريحه البصل انا بريء منها. بدات اشم ريحه الزعتر والروزماري. حلو الكلام لغايه دلوقتي؟ زي الفل يا عم الشيف. ببدا هنا اغذيها بقى بايه؟ حارق الكوليسترول، عدو الكوليسترول، التوم، درانيات، بصل، توم، جنزبيل. الكوليسترول يسمع الاسماء من الثلاثه دولت، كوليسترول يعني البصل والتوم والجنزبيل، الدرانيات اللي احنا عارفينها، ودي عندنا الحمد لله متوفره باقل اسعار بكتير من اماكن تانية. ولكن اللي عنده مشاكل مع الكوليسترول ومشاكل مع اي انزيمات يهتم جدا بالبصل والتوم والجنزبيل. على طول الاكل بتاعنا والمقادير بتاعتنا في متناول الايد. تفتح التلاجة هتلاقي اللي قدامي ده، تفتح ادراج المطبخ هتلاقي اللي قدامي ده، تروح عند بتاع الخضار هتلاقي اللي قدامي ده، تروح عند بتاع الفراخ هتلاقي اللي قدامي ده، مفيش حاجه جديده. البصلية على النار، خدت الطماطم زي الفل. اللهم صل على النبي. هسيبها تاخد غلوه لان السبانخ هي تقليبه والتانيه وطلعت معايا. ونجهز الكاسرولة بتاعتنا اللي هنحط فيها السبانخ. حلو. هي الست الكل عايز الحواوشي؟ استاذ رحاب؟ الحواوشي والبيتزا. الاثنين مدرسة واحدة. اثنين معجنات. تقدري من عجينة البيتزا وعجينة الحواوشي تعملي من عجينة البيتزا تعملي البيتزا وتعملي الحواوشي. اللي هي كوبايتين دقيق بياخدوا مع كوباية من الزبادي، عشان الزبادي دايما في وجود المعجنات أو إضافته للمعجنات بيخلي العجينة طرية. وياخد نص كوب من زيت الزيتون، ونعجن العجينه بتاعتنا بنص معلقه من الخميره مخلوطه بالسكر عشان تشتغل بسرعه، وبنعجن العجينه وتسيبها تتخمر تقريبا نص ساعه. بعد كده بنفرد العجينه بتاعتنا، عايزين نعملها بيتزا هنعملها، عايزين نعملها رغيف حواوشي هنعملها، وتبقى عملت الحواوشي الاسكندراني بالعجينه. اما في حواوشي تاني سهل وبسيط يا ست الكل، بتجيب اللحمه المفرومه تتبليها، واسم حواوشي لان بتبقى محرمشه، تاخد فلفل حار وتاخد توابل وبصل وتوم. ولكن هديك التركيه بتاعت المغازي والمدرسه المغازيه لعمل الحواوشي، مختلف تماما. ايه هي؟ اللي مش هتلاقيها في اي مطعم ولا في اي مكان. باختصار شديد، لما بنضيف البصل والتوم للحمه المفرومه ونحطها في قلب الرغيف الحواوشي، نيجي ناكله بتشم ريحه البصل مش لطيفه في قلب الرغيف الحواوشي. انا شخصيا مش بحبها. الرغيف الحواوشي بيستوي واللحمه بتبدا تشد والبصل لسه ما استوتش، وريحه البصله بتنتشر في اللحمه من جوه وفي العيش بتاع اللحمه، يبقوا شامين ريحه البصل والتوم مش لطيفه. طب اعمل ايه يا مغازي؟ مدرستك بتقول ايه؟ ناخد البصل والتوم ده نحمره في طاسه كده مع شويه زعتر معلي فلفل حار سبايسي، ونخلي البصلايه تستوي شويه مع زيت الزيتون، تقوم البصلايه تخش على اللحمه جاهزه وبتستقبلها. نبدا نتبلها بالتوابل بتاعتنا، وندخل البصلايه والتومه مستويين شويه او متشوحين على النار مع اللحمه المفرومه، وده الفكر المغازي لعمل الرغيف الحواشي. البصلايه هنا والتومه على النار، خدت الطماطم المبشوره بالتقليبه اللطيفه الحلوه دي كده، ننزل عليها بالسبانخ. سبانخ ورقيه لطيفه وجميله. ايه بقى المعلومه هنا؟ السبانخ دي لو حطيتها دايما بتقلي على السوشيال ميديا يا مغازي، السبانخ ليه بتسود وهي على النار؟ في حاجتين، يا اما بتحط السبانخ في السائل بتاعها الشوربه او الخضار من غير ملح فده طبعا بيسوتها، يا اما انك انت بتحط عصير ليمون على السبانخ، عشان معروف ان احنا عشان نستفيد بالسبانخ لازم نعصر عليها ليمون ونستفيد بنسبه الحديد اللي موجوده فيه. العلم اللي بيقول كده، مش انا اللي بقول كده، والعلم لما يتكلم سمع هوس. عشان استفيد بالحديد اللي موجود في السبانخ لازم عصره ليمون عليها. طب اعصرها امتى؟ بعد ما تطلع من النار وتبرد شويه، تبقى السبانخ كده لونها الطبيعي الاخضر اللطيف الجميل. وحذاري انك تعصري الليمون على السبانخ وهي في قلب النار. اقوم اعمل ايه يا عم الشيف؟ احط شويه ملح علشان خضار السبانخ يحلو في عينيا كده، وانا ايه بشوفها على النار. ادي كده ملحت الايه الصوص بتاعي ده كده، وانزل بالسبانخ بتاعتنا الجميله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. طبعا انت شايفاها كتير في قلب الحله دي، مجرد ما تتبخر مع البخار بتاع الطماطم هتلاقيها كلها ايه هبطت ونزلت في قلب الصلصه. شفت الحله اتملت ازاي؟ زي الفل. حلو قوي يا شيف. دي السبانخ بتاعتنا، سبانخ بتتكلم مصري. رشه ملح حلوه عليها،
سيبك من السبانخ اللي بتلاقيها في اكياس كده ومعلبه والكلام ده، لا تجيب السبانخ البلدي الحلوه دي كده عند الفكهان وعند بتاع الخضار. عندنا ميه بتغلى على النار، اللهم صل على النبي. شفت الميه المغليه دي بقى؟ ده بوكيه جرنيه. الله، خضارها حلو ازاي في عينك. هو ده. مش هيسود ولا حاجه. يسود امتى يا مغاز؟ لو عصرت الليمون عليها وهي على النار. حلو، تاخد الغلوه بتاعتنا الجميله الحلوه. طبعا انت بتعمليها هنا هتلاقيها مصيصه معاكي وشكلها مش لطيف. او ما اعمل ايه يا ابو غازي بقى؟ في حاجتين، البعض يحب شويه عدس مع السبانخ تدي قوام وتدي شخصيه، والبعض يحط شويه رز. انا امي رحمه الله عليها كانت تحط دايما ايه بحفنه ايديها كده شويه رز صغيرين. بس خلاص. تقوم شويه الرز دولت، الرز المصري بتاعنا بالذات غني بالكربوهيدرات والنشويات بتاعته، خلي بالك هيبقى ايه زي الفل. هغطيها تغطيه صغيره كده واسيبها على النار لمده دقيقه، هنفتح عليها ونشوفها نلاقي السبانخ ايه هبطت في قلب الايه الحله. حلو الكلام. نرفع ده كده وخلص السبانخ. بعد ما بتستوي على النار بنحطها في الكاسرولة بتاعتنا، ومعانا جبنه موزاريلا، جبنه شيدر، الجبنه اللي اولادك بيحبوها، نبدا نحطها على الوش وندخلها النار. دي طريقه. الطريقه الثانيه ممكن تعملوا وايت صوص لطيف وجميل، تاخد الوايت صوص ده تغطيه بيها وتدخلها الفرن، تبقى سبانخ جراتان بالجبنه حسب الرغبه. ولكن سيبونا اقلب السبانخ كده اهو. شفت بقى الحلاوه؟ معلقتين الرز اللي انا حطيتهم دولت مهمين جدا، بيدوا للسبانخ شخصيه في القوام والصوص بتاعنا. ما تبقاش مصيصه معاك. اقلبها كده وناخد بعضينا وراح نطلع فاصل صغير، ونرجع بعد الفاصل نشوف كبد الفراخ بفكر جديد والمدرسه المغازيه ازاي ناكلها مقليه بطريقه جديده. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل خطوة بخطوة. احنا عايزين نعمل طاجن السبانخ النهاردة الأولاد ياكلوا منه. احنا الكبار عارفين القيمة الغذائية للسبانخ، مامتنا أمنا والدتي علمتنا ناكل السبانخ ازاي من الصغر، ولكن الأطفال بتاعة الوقت ده دايما ياكلوا الأكلات السريعة اللي هي ممكن الفاست فود اللي موجودة برة، الشاورما، الحاجات دي كلها. شايفين الصورة الحلوة على الشاشة؟ ادي السبانخ بعد انا طبعا ما تعبت عليها وشفناها مع بعض. هتقولي القوام ده جه منين؟ مش شويه الرز اللي انا حطيتهم في قلب السبانخ؟ الله، هو ده اللي انا بدور عليه. اصبح لها شخصيه، هي كده كده لها شخصيتها قويه يعني بالقيمه الغذائيه بتاعتها. ولكن لما احط شويه رز او شويه عدس، ولكن ليه ما حطيتش عدس يا مغازي بقى زي الوالده؟ هو ده الكلام، عشان انا اعملها جراتان مع الجبنه، فيفضل الرز او شويه مكرونه صغيره، يبقى كده مدرسه ثانيه. اتفقنا مع بعض؟ مش عايزه تحط رز، حط شويه مكرونه صغيرين من بتاعه الكشري او بتاعه المبكبكه، عارفينها كلنا الصغيره دي. حلو الكلام. ادي السبانخ بتاعتي زي الفل، تغلى على النار. هاخدها زي ما هي كده، خلاص هي مستويه جاهزه، تبلتها. عايزه رشه فلفل اسود للامانه. حلو الكلام، علشان يبقى طعمها حلو. اخبار الفلفل الاسود دي، واضح ان فيها حاجه. معانا فلفل اسود تاني هنا كده اهو، زي الفل. نقلبها. الفلفل الاسود دايما مع الحاجات اللي فيها جبنه بتبقى لطيفه وحلوه، مع الزعتر والروزماري. اخدها زي ما هي كده بقى. حلو قوي. جالنا سؤال دلوقتي من الكنترول من حبايبنا اللي بيتابعونا على السوشيال ميديا. على فكره احنا معانا فريق السوشيال ميديا بيتابع واحنا مع بعض كده على الهواء. اللي عايز يسال سؤال انا جاهز احط ايدي على السؤال اجاوب على طول. من ضمن الاسئله اللي جت دلوقتي، ازاي نشرب السبانخ عصير؟ ودي حاجه حلوه على فكره. السبانخ الطازه بتاعتنا البلد الحلوه دي كده تعمليها عصير ازاي؟ ورقيه زي ما هي بتغسليها وهي سليمه، حذاري واكتبيها على باب الثلاجه انك تغسلي جرجير بعد ما تقطعيه، او خس بعد ما تقطعيه، او سبانخ بعد ما تقطعيها. تغسليها وهي سليمه ورقيه كده، وبعد كده سيبها لما تنشف، تجيب الخلاط تحط في قلبيه السبانخ، وعندك عصير برتقال اهلا وسهلا. عندك عصير ليمون اهلا وسهلا، مع حبايه موز لطيفه حلوه، وتضرب الخلاط زيت الفل مع معلقتين من العسل. يا سلام عليك يا مغازي، وبالف هنا وشفا لاطفالك الحلوين والرياضيين. ابنك رايع على المدرسه، رايع على النادي،
تحضنيه كده وتديله شويه حنيه، وخد يا حبيبي الكوبايه العصير الحلوه دي كده. مكوناتها فيتامين سي اللي موجود في الحامض اللي انا حطيته، اذا كان برتقان او يوسفي او ليمون، وطبعا الموز غني بالبوتاسيوم والمعادن. السبانخ مش محتاجين نتكلم عنها، صيدليه من القيمه الغذائيه المتعدده او المعادن. معانا الجبنه الموزاريلا بنحطها على الوش كده زي الفل، ممكن تحط جبنه شيدر، هتدخلها الفرن تاخد لون وتاخد شكل، طلعها بألف هنا وشفا. عدلها دي يا مغازي، عدلها يا اما شويه مكرونه اسباكيتي بالزبده كده، يا اما تحبي لي شويه رز ابيض يبقوا كمان مع السبانخ دي تبقى لطيفه، يا اما العيش بتاعنا البلدي الجميل الحلو هندخلها الفرن تاخد وش. رشه زعتر حلوه للامانه، دايما لما احط جبنه موزاريلا برش رشه زعتر حلو ثم الجبنه يبقى طعمها حلو. على فكره بتعملي بيتزا، بتعملي بشاميل جلاتان، صينيه مكرونه بالبشاميل وهكذا. اخدها الفرن كده بألف هنا وشفا. لما اقول بساطه سهوله مرونه يعني تفاصيل صغيره، ولكن المعنى قدام حضراتكم في الفرن والشكل قدام حضراتكم في الفرن. انا دلوقتي هاخد الحله بتاعتي اللي في الفرن دي كده عشان عايز اعمل الكبده الكريسبي اللطيفه الحلوه، فانا انتهزت ان الفرن شغال وسخنت الحلة بتاعته، وأنا عايزك بنفس الفراسة دي تكوني في المطبخ. الفرن بتاعك مولع، يعني أنت بتعملي كيكة، هتعملي الصينية زي اللي هشتغل بيها دي كده، هتعملي مكرونة بشاميل كده كده الفرن درجة حرارته عالية وعندك في البيت. استغلي درجة الحرارة دي، واستغلي الكهرباء اللي بتصرفيها أو الغاز اللي بتشتغلي بيه. أنا عايزك اللي أنا بقوله ده تطبقيه في بيتك، لأن كلنا بنطبقه في بيوتنا، وأنا اللي بيحصل في بيتي بلان أنا مواطن من الأرض الطيبة دي كده ومنكم. فلازم اللي بقوله اللي انا بحس بيه بقوله لحضراتكم على الشاشه، والتلقائيه والبساطه دي اللي بتوصل لحضراتكم، ودي اللي محبباني ومحببه حضراتكم فيا. حط في الفرن شويه بطاطا حلو، حط في الفرن شويه بطاطس، يبقى شويه بطاطا او بطاطس حسب الحاجه اللي حطها في الفرن. حط شويه بصل بتاعنا الاحمر الجميل الحلو ده كده اهو معايا والله النهارده. انا بقول لك على افكار حلوه كده هتعجب ولادك وجوزك واسرتك وحماتك وماما والعيله كلها. البصل ده لما يتشوي مع التوم ده حكايه، مع معلقتين عسل كده الف هنا وشفا للي ياكل منه. بصل مشوي بالعسل انا مسميها اكلات شهر العسل، بصل وعسل الاسم يعني على مسمى، بصل وعسل، ومفيش شهر عسل من غير بصل، ولا عسل من غير ولا بصل من غير عسل. البصل ده لما يتشوي تاخديها زي ما هي من الفرن كده مشويه، وتيجي حط عليها معلقه عسل وبالف هنا وشفا. ايس كريم بصل بالف هنا، دي افكار تعمليها والفرن كده كده شغال. طيب الحل على النار، وعايز اعمل الكبده دلوقتي كريسبي مقليه. هعملها ازاي؟ مقاديرها على الشاشه استاذتنا. معانا كبده فراخ من غير قلاوي ومن غير من غير اوانس ومن غير قلوب، كبده بس صافي كده زي الفل. ومعانا دقيق، ومعانا بقسماط، ومعانا سمسم، ومعانا توم، عصره ليمون لطيفه، وشويه زعتر. المقادير في متناول كل حد يقدر يعملها اهو، ولكن الفكر ده مش اي حد. ادي الدقيق وادي البقسماط، يشيل الرز ده كده ملوش عزة، وتعالوا مع بعض نتبل الكبدة. حلو الكلام، واحنا مع بعض كده خطوة خطوة كسرولة ازاز مع بعض اجهز التتبيلة الاول اللي تهم حضراتكم واحنا شغالين مع بعض. عبارة عن ايه يا عم الشيف؟ شوية توم انا عارف عجبك الصورة الحلوة دي كده حلو تمام. ده التوم، احط على التوم ده ليمون. ما تستغربيش مجرد ما تحط الكبده على الليمون لونه هيتغير عادي ده اللي انا عايز اقوله بقى. الليمون مع مع الحديد اللي موجود في الكبده بيتغير اللون ده ليمون وتوم على في التتبيله بتاعتنا. معاهم يا عم الشيف معلقه نشا. الله عليك مدرسه البغازيه، ليه نشا بقى؟ الكلام ده هنشوفه دلوقتي مع بعض النشا ده اللي هيدي للكبده شخصيه. حلو الكلام، وهي بتتحمر معانا بيضه. حلو قوي، تسلم ايدك. التوابل بتاعتنا اكتبي ورايا المقادير دي من فضلك، يعني معلش ما تقعديش تتفرجي كده وتتبهري بالكلام اللي بقوله والهزار اللي انا بعمله. انا بقول كده علشان اللي قاعد بيسمعني من اوضه في ثانيه في مكان ثاني بالصوت، فانا بمشي في الشارع وبس بتكلم في اي حاجه. الكل ازيك يا شيف مغازي؟ ممكن البعض مش واخد على شكلي على الشاشه بالامانه، فصوتي مميز الحمد لله، ودي نعمه من رب العباد. فانا عندك الزعتر بس اكتبي المقادير دي كده. ثاني معلقتين من النشا، عصير ليمون، توم وزعتر حطيتهم مع بعض، والملح والفلفل بتاعنا ولادك بيحبوها سبايسي
جوزك بيحبها سبايسي حط سبايسي ما تخافيش. ده ملح وفلفل ده اساسي. حلو الكلام، حلو الكلام. شيل دي بالنار. معانا شويه بابريكا. البابريكا دي مش سبايسي قوي على فكره، هي طعمها مميز وحلو. شويه كركم في البانيه، لما تيجي تعملي بانيه وتيجي تعملي كريسبي فراخ بانيه سمك بانيه اي حاجه كريسبي كده وحطيتي معلقه كركم، اولا بيدي شخصيه حلوه، بيدي لون حلو لطيف وجميل. وانصحك دايما تستخدمي الكركم في المقليات. ليه يا مغازي؟ الكركم مفيد، ينشط الكبد وينقي الكبد من السموم ومفيد جدا. كده التتبيله بتاعتي جاهزه وزي الفل. هقلب الخليط ده كله مع بعض. واخد الكبده بتاعتي اغلفها بالخليط ده. حلوه. شفت ازاي؟ عصير الليمون مع النشا. ملاحظه ان في قوام سميك شويه، انا عايزه كده. النشا مع البيض مع عصير الليمون. اوعي يا ست الكل، يا ام يا خالتي يا عروسه يا اموره يا حلوه يا ست الزين كله، تحطي ماده دهنيه في الخليط ده. يعني تقولي بقى متعوده تيجي حاطه زيت او سمنه اي ماده دهنيه، باظت كل حاجه بتعمليها. لان الماده الدهنيه في تتبيله البانيه او الكريسبي دي طبعا ما ينفعش خالص، من الاخطاء الشائعه اللي بنقع فيها. بتلاقي الخلطه ثابت من البانيه بتاعك ويبقاش شكلها ظريف خالص، وبتستفيدي لا بالتوابل ولا بالخلطه. شايف القوام بقى عامل ازاي؟ شفت الخليط ده؟ الماده الدهنيه اللي هي زيت او زبده تتحط في المشويات بس، لما نيجي نعمل حاجه مشويه، كبده مشويه، كبده اسكندراني، عشان كده الكبده الاسكندراني بنحط في التتبيله بتاعتها زيت قبل ما نحطها في النار. الزيت بيفكها من بعضيها وهي في النار. شفت الخليط ده كده؟ لو سبتيه شويه هيجمد تاني. النشا في ميزه غير الدقيق، لما بتحطيه في التركيبه لو سبناه شويه هتلاقيه مسك نفسه. التتبيله شفت قوامها عامل ازاي؟ زي الفل. هناخد الكبده واحده واحده كده وفص فص نحطه في الخلطه دي. ركزي معايا عشان اللي جاي حلو ان شاء الله. قولوا معايا بقى حقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى كالمعتاد. صوره حلوه تتحدث عن نفسها، الصوره تعني مليون كلمه على شاشه القناه الاولى. كبده، كبد الفراخ كريسبي مقليه. على الطريقه المغازيه. اشيل ده هنا مش عايزه. حلو قوي. عندي طاسه على النار بتسخن. الطاسه دي هحط فيها ايه؟ شويه زيت. اللهم صل على النبي. شويه زيت صغيرين كده. مع مكعبين من الزبده، مش زيت غزير ولا حاجه. حلو. مش هحط الزبده دلوقتي قبل التحمير مباشره، انا حطيت الزيت عشان يسخن معايا. شفت التتبيله؟ الله عليك، الله عليك وعلى والديك. شكل الكبده تتاكل وهي نيه زي الفل. اخدها من الخلطه دي يا عم المغازي واحطها هنا. ركزي معايا. شفت الحلاوه؟ شفت الشقاوه؟ وادخل الخلطه كده في النص. كل ده هنا. اخبار الزيت ايه؟ اخبار الزيت ايه؟ اخبار الزيت ايه؟ اهي شفتي زي ما هي كده. يلا يلا هنا كمان واحده مع بعض. هنا. شفت الحلاوه؟ والله فكره يا مغازي، ده الاولاد على طول اعملها لهم مشويه مقليه طاجن مع لسان العصفور ما غير. هو كده في التتبيله دي. ده على فكره اللي معايا دي رقائق الذره، ممكن تستخدم بقسماط اللي هو التوست او العيش اللي بايت عندك، اضربيه في الخلاط بعد ما تحمصيه تستخدميه عادي. الاحسن يبقى سؤال حلو لطيف جدا من مخرجنا الجميل، بيقول لي البقسماط ده يفضل يبقى خشن ولا ناعم؟ يفضل طبعا يكون خشن شويه عشان نستطعمه كريسبي. ناعم هيقلب على الدقيق. عينينا لك. ادي العود الروزماري. الشيف المخرج الجميل بيسالني بيقول لي اللي انت بتعمله ده وانت مع الاستاذ مجيب؟ انا بعمل تفاصيل كتير قوي بس عينيا بعيده، لان الكبده هنا شقيه في قلب النار. خلي بالك كبده الفراخ بالذات حلو، عندها الكبت بتطلعه في قلب الزيت. شفت الطرقعه دي؟ لازم تبعد عنها. خلي بالك لان ممكن الزيت يجي على ايه؟ على ايدك او على وشك. خلي بالك ده مهم جدا. شايفين الصوره الحلوه؟ انا حطيت روزماري، حطيت نعناع، عايز شكل حلو، عايز اطعم الزبده. حاضر يا فندم. عايز اطعم الزبده، عايز اطعم الحاجات الحلوه بالحاجات ديت. فعملت ايه؟ حطيت اللي حضراتكم شايفينه اللي انا عامله ده كده، واحنا مع بعض نشوف التفاصيل الصغيره والطعم الجديد. بص على الكبده. الله،
ايه الحلاوه دي؟ هتاكلي صابعك وراها. كريسبي؟ كريسبي. جربي وهنروح من بعض فين؟ استاذ مجيب اتصل اهوت واتكلمنا وقولي لي التفاصيل دي مع بعض. وجود الروزماري مع النعناع في قلب الزيت بالتاكيد بيضيف له فليفر وطعم جديد. ما حطيتش زعتر عشان ما يسودش ويسود لي الكبده، حطيت نعناع سليم من غير العروق بتاعته. شايف الكبده بتجري في قلب الطبق ازاي؟ الف انا وشايف. استاذن حضراتكم بسيبها على النار كده او تدخلها الفرن وناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل. عايزك تبدعي. دايما بسيب طبق السلطه للاخر لان هو بمثابه لوحه فنيه، مش لوحه فنيه وبس بتبين شطارتك للمطبخ، بتبين رسائل كتيره لاولادك ولزوجك ولحماتك والماما وحبك للمطبخ من تقطيعك للخضار وتفاصيل تقطيعك وتقديمك والجرنش والبرزنتيشن اللي بتعمليه لطبق السلطه. ده مهم جدا، بيوصل رسائل كبيره نقدر من خلالها نحقق اللي احنا عايزينه. هنطلع في فاصل صغير، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. مشاكلنا مع الامهات واللي بيخشوا المطبخ المبتدئين لسه، تقول لك والله يا شيف يعني مع موضوع تقطيع الخضار ده بالنسبه لي يا اما يتجرح صباعي يا اما تحصل لي مشكله اطلع من المطبخ بحادثه، انا مش عايز الجو ده. انت معاك الشيف شاطر، هو دمه خفيف بيهزر وبيضحك ومش بيعمل اكل وبس، بنخش فيه امور تخص الاسره وامور تخص المطبخ، وان احنا ما نقطعش الخضار وما نعرفش ده مش عيب على فكره. انا مش بالسهوله اتعلمت ان انا اكون عند شاطر في تقطيع الخضار، ومش بالسهوله اتعلمت ان انا ازاي كل حاجه من الخضار اللي قدامي ده له طريقه في التقطيع. فانا حبيت النهارده مش في المعتاد دايما بقطع الخضره مع حضراتكم، بيطلع الطبق السلطه الخضراء المساعدين بتاعي مقطعينه وجاهز وزي الفل. ولكن قال لك ايه، المسكينه والمستحد مش لعبه اي حد، سكينتك لازم تكون ايه، حاميه وانت بتقطع الخضار. هتقول لي وانا هقطع لحمه؟ يا ست الكل، تقطيع الخضار بسكينه حاميه افضل بكتير ما تقطعيه بسكينه بارده لاسباب كتيره. اولهم مش هتفقدي جزء كبير من السوائل اللي موجوده في الخضار، يعني ما اجيش مثلا اقطع بسكينه بارده طماطم الاقي الطماطم كل عصير الطماطم نزل على البلانشه وانا بقطع، ما ينفعش. ما يجيش مثلا وانا بقطع جرجير وخاص بسكينه بارده الاقي التقطيعه مش طالعه حلو، لان الخضار بالذات زي البقدونس والجرجير والخس ما ينفعش تعيد عليه التقطيعه. الناس اللي بتفرم تبوله بالسكينه لازم هي الفرمه والتقطيعه من اول مره، ده مهم جدا على فكره. عملتي وسنيتي السكينه زي ما سنيتها دلوقتي، ده ما يمنعش انك تمسحيها بمنديل او بفوطه كده مبلوله ميه اهي بالشكل ده كده علشان تشيلي مكان احتكاك المعادن ببعضيها. نتكلم كلام علمي سليم، البلانشه بتاعتك نظيفه وزي الفل، ما تكونيش قطعت عليها فراخ او لحمه او سمك قبل كده. انما لو الخضار هيخش النار عشان الناس اللي بتشوفنا، ده ما يمنعش ان البلانش يكون متقطع عليها اي حاجه، يعني هتدخلي بصل النار، هتقطعي فلفل تدخليه النار، ده ما يمنعش البلانش عليها بصل عليها لحمه او فراخ. دي مدرسه بقى، حلو الكلام؟ لان طالما الحاجه هتخش النار والبلانش كان متقطع عليها فراخ او لحمه او سمك ده ما يمنعش. انما انا هقطع سلطه دلوقتي، والسلطه دي طبعا انا اكلها بارده بعد ما نتبلها بزيت الزيتون وعصير الليمون، فده يستحسن ويفضل وواجب ويفرض ان الخشبه والسكينه ما يكونش فيهم اي اثار للحوم او فراخ او سمك. المقادير السلطه على الشاشه. تشكيله من الخضار من خير ارضنا والصوره الحلوه على الشاشه تتحدث عن نفسها. خس باشكاله، كرنب احمر، جرجير، جزر، طماطم، بصل اخضر، خيار، شويه حب، بصلايه ناعمه نقطعها وبصلايه خشنه عشان ندي الفليفر والطعم، واسس التتبيله بتاعه السلطه قبل كل حاجه. بس خلونا نطلع اللي في الفرن الاول قبل ما ننسى، مع ان قايل المخرج الجميل فكرني. حلو؟ كبد الفراخ كريسب، عايز حضراتكم تتفرجوا عليها كده ونتغزلها وانا بقطع طبق السلطه. دم مين يا راجل يا طيب؟ واحنا نتعلم لسه المصلحه يا عم فاروق. ايه الكلام يا راجل يا طيب ده؟ ده كلام؟ شوف الكبده وجيب لي تفاصيلها بقى، جيب لي نقطه دم واحده. بمجرد ما خدت الصدمه الناريه على الجريل او على الطاسه خلاص انا دخلتها الفرن. هعمل زي الكبابجيه بقى، شويه بقدونس حلوين كده مغسولين ونضاف اهو زي الفل. البقدونس ده على فكره لازم ونصيحه مني، بتحطي بقدونس تحت مشويات اخواننا الكبابجيه من فضلكم، البقدونس اللي بتحط تحت السيخ الكباب المشوي او الكفته من فضلكم يكون
عليه الحرص نضيف ومغسول، لان بيبقى فيه اطفال على السفره عندهم حب الاستكشاف وحب الاستطلاع عايزين ياكلوا منه. والله البقدونس حاجه كده بتدي ابتهاج وروح من الحلاوه والجمال، والبقدونس لطيف وجميل لو حتى ان هو اشتبك مع الكفته والكباب مفيش اي مشكله لما ناكله، فعشان كده بنصح ان هو يكون مغسول ونضيف. دي كبد الفراخ بعد ما تعملها بالطريقه دي بجد لا هتاكلي كباب ولا كفته، هي كبد الفراخ زي الفل بألف هنا وشفا. كل يوم نجيب كبد فراخ نعملها بدبس الرمان مع لسان عصفور طاجن، نعملها مشويه. الشيف المغازي النهارده غير من معالمها خالص وعملها كريسب اهي للاطفال اللي بيعترضوا عليها. اهو ايه الحلاوه دي يا شيف، ايه الجمال ده، اهو زي الفل. خدت اقدمها بقى، دي عدالها ايه، عامله بيتزا، عامله شويه رز حلوين، رز معمر مثلا، عامله يا ست الكل مكرونه لوحدها كده مع سلطه الطحينه تبقى لطيفه وجميله مفيش اي مشكله. خلي بالك برضو ممكن تقدمي معاها مايونيز او سلطه الطحينه حسب الرغبه. انا عايز دلوقتي اقطع الخضار ونشوف ازاي نعمل طبق سلطه لطيف وجميل. هنبدا باول حاجه البصل، البصل الحلو ده كده بصراحه. البصل طبق السلطه على السفره زي السفره بتاعتنا دي النهارده ده مطلوب. ممكن هنا تستغني عن الرز والمكرونه، مفيش داعي للرز والمكرونه لان السبانخ بتاعتي فيها حفنه من الرز. الجبنه على وش السبانخ خدت لون، البصلايه زي ما هي كده بحطها في الكسرولة وابدا اتبلها. دي اول حاجه عشان اشيل الريحه بتاعه البصل من قلب السلطه. اتبلها ازاي؟ اول حاجه شويه نعناع ناشف يابس، نعناع البلدي بتاعنا اللي بنشوفه في الاشاره مع الراجل الطيب، بنجيبه وننشفه ونبدا ان احنا ايه نستخدمه في اطباق السلطه. كوبايه شاي العصاري، حلو الكلام. حطيت نعناع يابس وحطيت شويه سماء، الله عليك يا عم الشيف، بصله بهيئها وشويه الملح، حلو الكلام. لغايه دلوقتي زي الفل. فص ثوم ني، الله، فص الثوم الني مع طبق السلطه البلدي بيوديه مكان تاني. كل المكونات دي مع بعضها يا عم الشيف، كل المكونات دي مع بعضيها مع عصره الليمون بتاعتي. وامسك دول كلهم مع بعض كده، اللهم صل على النبي، بايديا بس خلاص. قطعي بقى الخضار اللي عندك، عندك شويه خيار، شويه خس، شويه جرجير، على دول وقلبيها. الف هنا وشفا. تتبيله مختلفه ومدرسه تانية خالص. شفت البصلايه في ايدي عامله ازاي؟ بتتكلم مصري اهي. ده بصل احمر اهوت تبلته بزيت زيتون وعصير ليمون، فص توم ني، شويه ملح، شويه سماء. عايز تحط دبس الرمان زي اخواننا الشوام، اهلا وسهلا. دي البصلايه جاهزه، حلو الكلام. هنبدا ان احنا نقطع الخضار مع بعض، عشان كده انا سبت الخضار في الاخر للوقت بتاعنا وبقت البرنامج. قالوا لي خلص يا شيف ما ازعلش. ابدا وانا شغال بقى اقطع الخضار اللي عندي. مش مفروض عليك ولا ملزم عليك يكون عندك كل انواع الخضار اللي قدامي دي كده، خلي بالك. لو هنا في خس وخيار كفايه، طماطم وخيار وخس كفايه زي ما انت عايزه. ادي الخس معانا، الخس بالذات اللي هو الافرنج ده او الخس الكابوتشا بيسموه، ده يتغسل هو سليم. تقطعيك، شفت السكينه نازله ازاي اهي، شفت التقطيعه دي اهي. دي مطلوب. حلو الكلام. زي الفل، ناخده زي ما هو كده ونحطه عليه، حلو الكلام. طبق السلطه ده هو اهم حاجه عندي يا عم الشيف. عندي خيار، تقطع ازاي؟ الخيار نفس الطريقه، بالطول كده، نفس الطريقه كده. شفت التقطيعه دي بقى سهله جدا اهي، ما تعوريش ايدك ولا حاجه، مش عايزه حرفيه اهو، زي ما هو كده اهو. واجيب السكينه كده بزاويه 45، اللهم صل على النبي. الشكل مختلف. ودايما خليكي في طبق السلطه بتاعك غير اللي موجود بره، عشان جوزك يحب ياكل طبق السلطه من ايدك. ادي الخيار على وش السلطه، حلو الكلام. عندك لوناها بالطماطم، اهلا، طماطمها حلوه زي دي كده، نأمن عليها، تشيل طبعا مكان الزهره بتاعتها علشان اهو زي الفل. تقطيع الطماطم ازاي يا عم الشيف؟
اوعي في حياتك تقطعي الطماطمايه من على الجلده بتاعتها، هتبرد لك السكينه وتتعب هنا ايه مفصل ايدك زي ما هي كده اهو. شفت اهي اسهل من كده ما في. فين الميه بتاعت الطماطم في قلبيها؟ في ميه على البلانش يا مخرجنا؟ حلو، ناخد الطماطم في قلب السلطه، اللهم صل على النبي. زي الفل. عندك ايه كمان؟ جرجير. اوبا تعالى يا عبد الجرجير. زي الفل. شيلي طبعا واتغسل هو سليم. التقطيعه دي عملت طبق سلطه جميل وحلو عادل الاكل بتاعنا. نرجع بعد التعب ده كله، الاكل ده صح يا شيف؟ طبعا صح. صح بنسبه كام؟ صح بنسبه 100%. نتكلم. السبانخ قدامنا شفنا مكوناتها، كبد الفراخ شفنا تركيبتها والماتيريال بتاعها. ايه الدهون اللي هنا؟ مفيش. ايه الحاجات اللي ممكن تعمل لنا مشاكل هنا؟ مفيش. طبق السلطه ده نقلبه بشياكه كده. عايزه بقى تغرفيه او تحطيه في الثلاجه، اهلا وسهلا. اهم حاجه الفكر الاولاني خالص اللي هو البصلايه خدتها قطعتها تبلتها بفص ثوم بزيت زيتون بعصير ليمون، بدات قطعت الخضار عليها. شفت سلطه يعني دي تكلفتها كام؟ والله ثلاثه تعريف. ولما اقول ثلاثه تعريف عشان اخواننا اللي على السوشيال ميديا ما يفهموش الموضوع غلط وابدا اسمع كلام ما يعجبنيش. ثلاثه تعريفها تعبير مجازي عن ان الحاجه دي في متناول الجميع. وانا هسيبها على فكره في نفس الكسروله دي كده اختصارا للوقت، ممكن تغرفيها منها وتقدمي منها حسب الرغبه للي قاعد على السفره بتاعتك. بألف انا وشيف. السفره بتاعت النهارده سفره صحيه غير مكلفه فيها فكر طهوي فيها خبره طهويه دايما نقول تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. الكلام ده بنشوفه على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من قلب البيت المصري، من قلب اي مطبخ، من اي مكونات تقدر تعملوا سفره مختلفه لها شكل ولها طعم تاني خالص. يعني رؤيه فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.